بكم مشاهدينا إلى برنامج الصحافة اليوم، نتناول في أبرز ما جاء في الصحف المحلية وكذلك الصحف العربية التي تطرقت إلى الشأن اليمني. وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية: دعم سعودي إماراتي لرواتب المعلمين اليمنيين بالتعاون مع اليونيسف، مصرع خبراء صواريخ في انفجار مصنع تفخيخ طائرات مسيرة بصنعاء، العميد طارق صالح: مسؤوليتنا أن نقف موقفا واحدا في مواجهة من يريدون إحراق ما تبقى من الوطن العربي. نيوز يمن طالعتنا بالعناوين التالية: قائد اللواء 35 مدرع ردا على استفزازات الأخوان، صبرنا ليس ضعفا. فضائح فساد جديدة لقيادات عينها الحوثي في شركة النفط بصنعاء، حلقة جديدة من مسلسل التصفيات الحوثية في إب. وكالة خبر طلعتنا بالعناوين التالية: انتشار كبير لميليشيا الحوثي واستحداث نقاط تفتيش في شوارع العاصمة، السعودية والإمارات تدعمان رواتب المعلمين ب70 مليون دولار بالتعاون مع اليونيسف، قياديان حوثيان ينهبان مولدي كهرباء كبيرين من الهيئة العامة للتأمينات بصنعاء، مقتل 8 من ميليشيا الحوثي بغارة جوية استهدفت تجمعا لهم شرقية صنعاء. رئيس الأركان اليمنية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإيقاف الميليشيات عن تجنيد الأطفال. انتشار كبير لميليشيا الحوثي واستحداث نقاط تفتيش في شوارع العاصمة. عدن تايم طالعتنا بالعناوين التالية: ميليشيا الحوثي تنهب منزل نائب وزير التربية المنشق، مؤشرات على انشقاق قريب لوزراء في حكومة الحوثيين بصنعاء، ميليشيا الحوثي تستخدم المساجد كمواقع عسكرية، ميليشيا الحوثي تفشل مجددا بتوفير غطاء شرعي لأعمالها الانقلابية، 14 مليون مواطن مهددون بالمجاعة خلال الأشهر القادمة، توقف صرف الرواتب والوعود الكاذبة يدفع بقيادات ميدانية حوثية لمغادرة الجبهات، صحيفة دولية تكشف عن مصالحة بين الأخوان والحوثيون برعاية قطرية، الحوثيون يقمعون تظاهرة نسائية في صنعاء. صحيفة الميثاق أوردت العناوين التالية: البرلمان يطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن أحمد علي. الشرق الأوسط طالعتنا بالعناوين التالية: الميليشيات الإنقلابية خسرت 126 موقعا و450 قتيلا، التحالف يتعهد بمساعدة قيادات المؤتمر والحرس الراغبين في التخلي عن الحوثي، الميليشيات تخطط لانتخابات تكميلية تكفل لها السطوة على البرلمان، الحوثيون يستجدون مجلس الأمن لشرعنة انقلابهم، تعزيزات لقوات الشرعية لتسريع تحرير الحديدة، دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على الانقلابيين لوقف تجنيد الأطفال، خسائر فادحة للميليشيات في نهم والصعدة والجنوب اليمنية. البيان الإماراتية طالعتنا بالعناوين التالية: بالتعاون مع اليونيسف، الإمارات والسعودية تقدمان 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن، الجيش اليمني يدحر هجوما حوثيا في القبيطة، التحالف الميليشيا تستخدم المساجد مستودعات للأسلحة، الإمارات تنعش موارد اليمنيين بتمكين الصيادين، الجيش اليمني يدحر الحوثيين على أطراف لحج. وفي مقال للكاتب محمد أنعم تحت عنوان الصراع الحوثي والبحث عن قارب للنجاة، قال فيها: الصراع الحوثي والبحث عن قارب نجاة. لقد أصبح الصراع الحوثي متوحشا، وعلينا كيمنيين ألا ننشغل بسطحية أخبار بعض الفضائيات، وإنما يجب أن نتمعن في خفايا المعركة وما يحل في منازل جيراننا.
فثمة أسر تمكن الدجال عبد الملك الحوثي من إبادة رجالها وشبابها في حروبه العبثية. ويضيف الكاتب: الصراع بين جناح الحوثي والجناح القبلي يعد صراعا تاريخيا منذ أن تولى الأبناء حكم اليمن إلى اليوم، ويتفجر هذا الصراع كلما حاول الدجالون طمس هوية شعبنا أو اختزال اليمن بحضارته وتاريخه العظيم وسيار أقياله باسم أسرة كهنوتية متخلفة. فهذه النزاعات المتطرفة والعصبيات العنصرية والسلالية المقيتة دائما تسعى لإعادة إنتاج الكهنوتية، ولم يحدث عبر التاريخ أن حملت مشروعا وطنيا. ويضيف الكاتب: واليوم نجد أن الدجال عبد الملك الحوثي يسلك نفس الطريق التي سار عليها الطاغية يحيى، ولم يعتبر للأسف الصريع صالح الصماد وأمثاله ممن يوجهون اليوم فوهات بنادقهم إلى صدور أحرار أبناء الشعب اليمني، لم يعتبروا من دروس التاريخ، ولهذا يدفع اليمنيون الثمن مرتين. غير أن الخطابات والأحاديث الصحفية للصماد أثارت غضب دجال مران عليه، الذي شعر أنه يواجه منافسا خطيرا ومتحدثا لبقا، ومهما زين قبح الحوثة إلا أن ذلك ليس مهما لهم، ولا بد من القضاء على رأس الجناح القبلي داخل الجماعة خشية من تنامي نفوذه مستقبلا. فتكلب محمد علي الحوثي وعبد الكريم الحوثي وأبو علي الحاكم وعبد الخالق الحوثي على الصماد، وحولوه إلى مجرد كوز مركوز، وبرغم أنه ظل يؤدي دور العكفي الخاضع والخانع، فلم يثق به حوثة جناح ضحيان على الإطلاق. وعندما لقي الصماد مصرعه في الحديدة بضربة جوية للتحالف العربي في إبريل 2018، لم يخفي عبد الملك الحوثي فرحته وقال متشفيا: لقد نصحته عندما أبلغني بالذهاب إلى الحديدة لحشد الجماهير بعدم الذهاب، لكنه لم يستجب لنصيحتي. وعلى الفور أوكل الحوثي للمشاط تولي رئاسة ما يسمى بالمجلس السياسي لجناح ضحيان أبو طه عبد الرب جرفار رئيس جهاز الأمن القومي، الذي شغل هذا المنصب عقب انقلاب 21 من سبتمبر 2014. وأوكل الدجال عبد الملك الحوثي مهمة التخلص منه إلى وكيل الجهاز المدعو أبو عماد مطلق المراني، والذي قام بافتعال خلافات وصلت إلى حد الاشتباكات ومحاولة تصفية جرفان. مضيفا: واليوم جاء الدور على الملياردير عبد السلام محمد فليتا الناطق باسم الحوثة، فعملية تصحيح اسمه بقرار مما يسمى بالمجلس السياسي أول خطوة ليعرف حجمه. لا يعنينا أصله في شيء، لكنه لن يكون أكثر حظا من الصماد أو جرفان أو غيرهما، خصوصا وأن استثماراته في مجال النفط ومنها شركة يمن لايف المملوكة لشقيقه صلاح أصبحت تدور عليها الدوائر. القائمة طويلة والتفاصيل كثيرة، فدعونا نشاهد النهايات التراجيدية لخدمات العكوفة في متاريس أعداء الشعب. سوف نتطرق في هذه الحلقة إلى عدة مواضيع، منها صحيفة دولية بارزة تكشف عن مصالحة إخوانية حوثية باليمن برعاية قطرية، وكذلك الميليشيا تخطط لانتخابات تكميلية طبعا لتكفل بها السطو على البرلمان، ويستجدون مجلس الأمن لشرعنة انقلابهم. وللمزيد حول هذا المواضيع معي في الاستوديو الأستاذ ياسر هادي، مدير التدريب والتأهيل بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومعي عبر الهاتف الصحفي عبد الرحمن الجعفري. قبل أن نناقش قضايانا لهذا اليوم نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا. البداية معك ياسر، صحيفة دولية بارزة تكشف عن مصالحة إخوانية حوثية باليمن برعاية قطرية، تعليقك؟
في البداية أولا أنا سعيد جدا بأن أكون اليوم في استديوهات قناة اليمن اليوم في مكتبها هنا في القاهرة. هذه القناة التي دائما يعني سعدنا كثير بأنها انضمت إلى صف الشرعية أو إلى صف مواجهة الانقلاب. لدينا الآن مشروع، قبل الحديث عن محورك الأول وسؤالك الأول، لدينا يعني عدو واحد وهو الانقلاب. هذا الانقلاب الذي انقلب على كل الاتفاقيات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كان مكون أنصار الله، ما كانوا يسموا باسم أنصار الله، ضمن يعني ضمن مكون من مكونات الحوار الوطني، وانقلبوا على كل الاتفاقيات وتحولوا إلى جماعة مسلحة، كانوا من قبل جماعة مسلحة والآن استولوا على كل مؤسسات الدولة المختلفة، المؤسسات العسكرية والمدنية، وحولوها إلى يعني مؤسسات تابعة لهم، واستخدموا الأطفال واستخدموا كل الوسائل الذي من شأنها يعني إمادة الحرب. بالنسبة يعني اليوم ونحن في هذا الخندق الواحد مع يعني الزملاء الإعلاميين في قناة اليمن اليوم، أحييهم الموجودين في الميدان، الموجودين في الجبهات، الموجودين في كل مكان سواء خارج اليمن أو داخل اليمن. نحن الآن أمام قضية واحدة، وأعتقد أن الحديث نعم أستاذ الحديث نعم أستاذ ياسر، الحديث سوف يطول عن هذا الموضوع صحيح. نعم، لكن أنه نحب أنه نكون في معنا مواضيع محددة للإجابة عليها في هذه الحلقة، وإن شاء الله سوف نتطرق إلى موضوع الإعلام وكذلك الجبهات الواحدة إن شاء الله. الآن صحيفة دولية بارزة تكشف عن مصالحة إخوانية حوثية باليمن برعاية قطرية، تعليقك عليها؟ أنا أعتقد أنه الخبر هذا يعني أنا لا أستطيع أن أنفي الخبر أو أؤكده، لكن ما يقوله الواقع هو غير هذا الكلام، لأنه جميع من موجودين في السجون، أغلب من موجودين الآن في سجون الحوثي هما كثير من حزب الإصلاح، يعني من قبل 4 سنوات من بداية الحرب، فلا أعتقد أن هناك أيضا بداية أو مؤشر للمصالحة. جماعة الحوثي لا تريد مصالحة مع الشعب، لا تريد أي مصالحة مع أي حزب، حتى لو تصالحت مع أي حزب ما لا أعتقد أنها ستتفق مع أي جماعة. هي تحالفت مع حزب المؤتمر الشعبي العام، وكان هناك ربما حسن نية من حزب المؤتمر الشعبي العام، ولا نحن لا نحكم على النوايا، لكن انقلبت على الحزب الذي كان يعتبر هو يعني غطاء سياسي، وكان بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام كان هو يعني الذي يحتوي كل الأطراف، هو حزب المؤتمر، حزب معتدل، حزب رائد، لديه ميثاق نعم وطني. لا أعتقد نعم. أنا لا أعتقد أن هناك ما جاء في الصحيفة أنه يعني كلام صحيح، لأن المؤشرات على الأرض يعني لا تؤكد هذا الكلام. لماذا تستبعد هذا المؤشرات وسبق أن تحالف الأخوان مع الحوثي في 2011؟ أعتقد تحالف الحوثي في 2011 مع شباب نوفمبر، أنا أعتقد وأنا واحد من شباب الثورة في 2011، نحن قمنا بثورة سلمية، لم نحمل السلاح، كنا في ساحات اليمن ضد يعني ربما ضد التوريث، يعني ضد التوريث يعني الجمهورية، ضد الفساد، وحلم كان حلم الشعب اليمني كله، لم يكن يعني حلم حزب ما أو يعني فئة معينة أو شريحة. انضم الحوثي، فدائما في الثورات لا نستطيع أن نقصي أحد أو نقول لأي جماعة لا، لكن قبلنا الحوثي كمسالم ولم نقبله بالسلاح، دخل صنعاء وكان في ساحة الجامعة مثلا لم يمتلك حتى يعني رصاصة واحدة، نعم. كان موجودين واحتوينا الجميع، وكنا نعم. نحن شباب الثورة نقول أي مكون، حتى حزب المؤتمر الشعبي العام والكثير نعم. من قيادات المؤتمر الشعبي نعم. العام انضمت نعم. إلى 2011. نعم نعود إلى موضوعنا في الحلقة.
بالنسبة كذلك ما تقوم به ميليشيات الحوثي لتخطيط لانتخابات تكميلية على الأقل لتسطو على البرلمان، وكذلك تجد لها شرعنة، هي الآن تقوم باستجدام مجلس الأمن، قراءتك لذلك؟ مثل ما شرعنت للاعتداء على الرئيس السابق علي عبد الله صالح رحمه الله، مثل ما شرعنت على الاعتداء على مؤسسة الدولة، مثل ما شرعنت على اقتحام صنعاء، مثل ما شرعنت على اقتحام عمران بدعوى فضفاضة، هي اليوم أيضا ستشرعن. والقاتل والمجرم عندما يبدأ بجريمة معينة لابد ما يعني لابد أن يضع مبررات معينة، يعني من أجل البقاء أو من أجل حماية نفسه. الميليشيات الحوثي الآن ستعمل بالتزامن مع دعوة الحكومة الشرعية ودعوة التحالف العربي إلى عقد جلسة لمجلس النواب في الرياض. فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية دعا في قبل أسبوع، والحكومة الشرعية أيضا دعت كل أعضاء مجلس النواب إلى الذهاب إلى الرياض لعقد أول اجتماعات. وهنا أيضا في مشكلة كبيرة، أنه الكثير من أعضاء مجلس النواب طبعا الفئة الأكبر والعدد الأكبر هو الحزب المؤتمر الشعبي العام من حيث المبدأ، يعني بغض النظر على أنه من يدير الآن أو من هو رئيس مجلس النواب هو يحيى الراعي وهو الآن موجود في صنعاء، لكن العدد الأكبر أو الأغلبية هي الحزب المؤتمر الشعبي العام، والكثير من أحزاب من أعضاء المؤتمر هو موجودين في صنعاء. لا أعتقد أنه أعضاء المؤتمر الشعبي العام هما أكثر يعني مؤيدين للانقلاب أو للحوثي بعد انقلابه أيضا على التحالف الذي كان بين المؤتمر الشعبي العام ويعني الحوثيين. نعم، سوف أعود لك أستاذ ياسر، أنتقل لضيفي عبر الهاتف الأستاذ الصحفي عبد الرحمن الجعفري. عبد الرحمن، كيف تفسر مواصلة ميليشيا الحوثي التضييق على طبعا سكان العاصمة صنعاء بسبب ما حصل طبعا أمس من خروج النساء في سوق شميلة، نشرت عناصرها في الشوارع وكذلك الجولات الرئيسية مساء الاثنين، وقامت أيضا بتفتيش المواطنين وأيضا إبراز هوياتهم الشخصية؟ تعليقك. أولا تحية لكم ولطاقم اليمن اليوم على هذا التواصل، والتحية أيضا لضيف المسلمين في القناة. بالنسبة لما حدث في صنعاء يحدث بشكل يومي وبشكل كبير جدا خاصة في هذه الأيام، هو نتيجة للتحركات الطلابية والنسائية في صنعاء، والتي تبرهن بأنهم لا يمكن يقبلوا باستمرار الحركة الانقلابية الفوضوية الكهنوتية في صنعاء. والموقف النسائي الطلابي طبعا لا بد له ان يكون هناك نتائج عكسية ستدفع بالحوثيين الى القيام باعمال مخالفة للقوانين، مخالفة لحقوق الانسان من انتهاكات واعتراضات واقامة نقاط تفتيش. وطبعا هذا كمان الى جانب ما قام فيه الاخ وزير نائب وزير التربيه والتعليم في الحكومه الانقلابيه الذي غادر صنعاء وانشق عن الحكومه الانقلابيه. اعتقد ان الاجراءات التي يتخذها الحوثيون هي كلها في مجملها ستؤدي الى مزيدًا من الثوره، مزيدًا من الانتفاضه في العاصمه صنعاء. وبالتأكيد كل الإجراءات التي يتخذها في صنعاء هي عملية رد فعل متوقعة 100% بشكل أكبر مما هو حاضر الآن. نعم. كيف تجد نعم كيف يمكن للمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإيقاف الميليشيات عن تجنيد الأطفال؟ الدور الأممي حتى الآن أعتقد أنه غير إيجابي. أنت تراكم على ما قدموه من تقارير انتهاكات و يعني سفوها في الآخرين وبرأوا أو تجاوزوا ما ارتكبوا الحوثيين في صنعاء وفي مناطق متعددة من مناطق اليمن. نعم. وما يحدث من تجنيد الكل يعرف
وهناك وثائق وهناك صور وهناك اشياء كثيره تدل على ما يرتكبه الحوثيين بالنسبه لانتهاكات حقوق الطفل. ومع ذلك لم نسمع في يوم من الايام ان المنظمات الدوليه تحركت او طالبت الحوثيين بالتوقف عن هذه السلوكيات التي تسيء لها كحركه انقلابيه وتسيء ايضا لمشروعها التهمتي. ومع ذلك انا اعتقد انه المجتمع الوطني او المجتمع المدني في اليمن يجب ان يوقف كل هذه الانتهاكات، عمليه التجنيد او عمليه الاختطافات والانتهاكات الاخرى للمستقبل لتقديمها الى المنظمات او المحاكم الدوليه المتخصصه. هكذا ما اعتقدش انه بيكون في هناك يعني سد من المجتمع الدولي في ظل هذه حاله الصمت او قائمه لتجاوزات الحدود. نعم، كيف تقرأ الحلقة الجديدة في مسلسل التصفيات الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات؟ التصفيات هي طبعا عملية تسلسل قديم بدأ مع بداية التصفيات الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح، وصلها بعد كذا في صنعاء من انتهاكات ضد اعضاء المؤتمر الشعبي العام وبعض القوى الاخرى وصولا الى الانتهاكات الاخيره في اب. نعم. الو. ايوه معك، تفضل. الانتهاكات الاخيره التي حصلت في اب. هناك انتهاكات اخرى باكثر من محافظه في حجه، في المحروق، لكل الذين يرفضون المشاركه أو تدريب أولادهم في جبهات ضد القوى الشرعية. الممارسة القصية هي بشكل دائم، كانت في آثار السجون أو خارج آثار السجون. القصية معروفة والكل مطلع عليها، وهناك وثائق كثيرة موثقة، كل الجرائم موثقة. نعم. الصحفي عبد الرحمن الجعفري، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي في الاستديو الأستاذ ياسر هادي. أستاذ ياسر، كيف تفسر مؤشرات في انشقاق قريب الوزراء من حكومة الحوثيين في صنعاء؟ وقد أمس كان هناك نائب وزير التربية والتعليم عبد الله الحامدي تركهم وفر إلى طبعا مناطق غير خاضعة لسيطرة الميليشيات، كيف تعلق على ذلك؟ في الحقيقة أنا أريد أن أعقب على الأخ عبد الرحمن في جزئية معينة، وهي حول دعوة الحوثيين إلى عقد جلسة مجلس النواب. كما ذكرت أن الأغلبية هي لحزب المؤتمر الشعبي العام، وعلى حزب المؤتمر الشعبي العام سواء القيادات الموجودة في داخل اليمن أو في خارجها عليها الآن أن تعلن موقفها، أن تعلن موقفها الصريح، خاصة بعد ما حصل من انقلاب من قبل الحوثيين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وعلى التحالف أيضا، على تحالف الحوثيين مع المؤتمر. عليهم أن يعلنوا موقف واضح وصريح أنهم ضد أي اجتماع لمجلس النواب. المؤتمرين يعني الأغلبية موجودين في القاهرة وفي الرياض، وأعضاء مجلس النواب متواجدين، وموجودين منهم أغلبية أكثر موجودين في صنعاء. عليهم أن يقاطعوا هذا الجلسة حتى لا يشرعنوا للميليشيات. الميليشيات تحاول أن الآن هي حتى لو تم اجتماع الدولي. نعم، حتى لو تم اجتماع أعضاء مجلس النواب في صنعاء لن يتم هناك اكتمال النصاب أصلا، فهي ليست شرعية ولن تشرع أصلا يعني في القانون أصلا. وكثير أيضا حتى لو حصلت جلسة مثلا فكثير منهم يعني سيحضر بقوة السلاح أو تحت التهديد، أو أنهم أيضا عليهم إقامة جبرية في صنعاء. لكن أنا يعني ما يهمني ويهم الشعب اليمني هو موقف حزب المؤتمر الشعبي العام، هذا الحزب الرائد الذي الآن هو يعني له يعني لم يلتئم جراح المؤتمر إلى اليوم،
للأسف الشديد لم يكن هناك اجتماع جامع لحزب المؤتمر، وعلى حزب المؤتمر ان يتعلم الدرس اكثر، ان مثل ما ايضا الاحزاب اللقاء المشترك ارتكبت اخطاء كبيره وفادحه. يعني من كان يتوقع ان الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي لحزب الاحزاب اللقاء المشترك حسن زيد، هذا الكارثه الذي ارتكبها ايضا احزاب اللقاء المشترك بتحالفها ايضا مع القوى الاخرى، هي اخطاء ارتكبتها كل الأحزاب. لا نستطيع الآن أن نبرع حزب على حزب آخر. الإصلاح ارتكب خطأ بتحالفه مع أحزاب اللقاء المشترك، وقلد حسن زيد الأمين العام، والآن يعني يحرض ضد النساء داخل صنعاء. للأسف الشديد يعني أتكلم بألم وجع كبير، وأنا أعتقد أن حزب المؤتمر سيتجاوز، حزب المؤتمر الشعبي العام سيتجاوز هذه المرحلة. فيما يتعلق بسؤالك حول المجتمع الدولي أو الانشقاقات الحوثية داخل صنعاء، هو الحوثي هو يعول على حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو الآن سيقف أمام يعني مواجهة كبيرة أمام الشعب. يعني الآن المظاهرات والتظاهرات النسائية يعني لم يحصل في تاريخ اليمن أن يتم الاعتداء على النساء، يتم يعني تجنيد النساء زينبيات للاعتداء على أخواتنا الموجودات في صنعاء. ما حصل بعد حادثة الثاني من ديسمبر بعد خروج النساء بمظاهرة بمطالبة يعني جثة الرئيس السابق علي عبد الله الصالح، وتم الاعتداء عليهن، وإلى الآن الكثير قابعات في السجون. لم يحصل في تاريخ اليمن أن يتم الاعتداء على امرأة وسجنها من قبل هذه الجماعة. أنا أعتقد أنه هم يريدون أن يشرعنوا أمام المجتمع الدولي، هذا أولا، أنهم في جلستهم لمجلس النواب هم الآن أمام يعني مواجهة مع الشعب، هم الآن أمام تحدي كبير، أمام انشقاق من أحزاب المؤتمر الشعبي العام. الشيخ هراش البكيري في جبهة الساحل الغربي انضم إلى قوات حراس الجمهورية مع أفراده، هذا يعتبر من كبار المشايخ الموجودين في منطقة الحديدة. نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عطلان الحامدي، هذا الذي كان وهو إلى أمس يعتبر هو وزير التربية والتعليم، وهو الذي أيضا كان يعني يقدم الخطط للمناهج الطائفية الحوثية. نعم أستاذ ياسر، اليوم انضم إلى الشرعية وهو الآن متواجد في الرياض. نعم. الشرعية هي الآن. نعم أستاذ ياسر، لم يعد لدي وقت كافي، أسألك سؤال أخير. من 2011 مرورا بما حصل حتى الآن، إلى أين تذهب اليمن؟ نحن لا نريد أيضا أن نذكر الماضي، لأن الماضي بما فيه من مآسي وجروح غائرة في جسد الوطن، الكل تألم من هذه الأحداث، الكل يعني دخل الأسى والحزن إلى كل منزل. لا نبرئ، كما ذكرت، لا نبرئ أي طرف أو أي قوى. كل الأحزاب ارتكبت أخطاء وارتكبت حماقات بحق الوطن. تتجه اليمن إذا لم يكن هناك إجماع وطني، إجماع من كل القوى السياسية نحو مواجهة هذا المشروع الإنقلابي الحوثي في صنعاء، فستتجه اليمن إلى أمام يعني إلى الهاوية. لدينا الآن يعني لدينا حل، ولدينا أمل كبير بأن يكون حزب المؤتمر الشعبي العام، أنا أعتقد لأنه هو الحزب الأول في اليمن، أن يكون إلى جانب الشرعية، إلى جانب الحكومة الشرعية. أيضا القوات الموجودة يعني بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح الموجودة في الساحل الغربي نعول عليها الكثير، أمامنا أمل فيها. اليوم يعني الحوثي في تراجع، الحوثي كان مسيطر إلى الجنوب، اليوم الشريط الساحلي الساحل الغربي يعني بيد الشرعية. صحيح أن هناك بعض الخلافات الموجودة في الجنوب، وهناك أيضا بعض الأمور التي يمكن أن تعالج في الأيام القادمة باتفاقيات تعالج أيضا بعض الأمور، لكن بالنسبة للحوثي لا يمكن أن يتم الاتفاق معه على أي شكل من الأشكال، وجميع المفاوضات الماضية سواء في الكويت أو في بيل وسويسرا مؤشر
كبير على أن ميليشيات الحوثي لا تتفق مع أحد ولا أيضا تفي بعهودها واتفاقياتها مع أي جانب، وخاصة أيضا نقض اتفاقها الأخير في ديسمبر مع حزب المؤتمر الشعبي العام. اليمن ستتجه إن شاء الله إلى بر الأمان في حال اجتمعت كل القوى السياسية واجتمع كل العقلاء اليمن إلى مواجهة هذا المشروع الخبيث، هذا السرطان الذي توغل جسد اليمن وحول اليمن إلى مستنقع حرب، إلى أيضا إلى ساحة حرب، إلى ساحة تصفية حسابات بين الكثير من الدول. على القوى السياسية الموجودة أن تجتمع إلى طاولة واحدة على كلمة سواء لمواجهة هذا المشروع الحوثي. الحوثي لم يخضع إلى السلام، لم يقبل السلام. اتفاقيات ظهران الجنوب انقلب عليها، اتفاقيات مخرجات الحوار اتفق عليها، اتفاقيات السلم المشاركة اتفق عليها، اتفاقيات مع حزب المؤتمر الشعبي العام انقلب عليها. إذن لم يتبقى مع الشعب اليمني ومع كل قياداته ومع كل الأحزاب إلا أن تتفق نحو مواجهة هذا المشروع، سواء بالحل السياسي أو الحل العسكري. والمجتمع الدولي أنا أقول أنه لن يعمل شيء، وأنا أقول هذا وأنا مسؤول في الحكومة الشرعية وأتحمل مسؤولية كلامي، أنه المجتمع الدولي لن يعمل شيء طالما وكل الأحزاب والقيادات متشتتة. الآن كل حزب المؤتمر الشعبي العام إلى الآن لم يتفق حزب المؤتمر، فما بالك الآن أنه نريد أن يجتمع حزب المؤتمر الشعبي العام مع حزب الإصلاح؟ صعب. الآن حزب الإصلاح لا يريد المصالحة مع حزب المؤتمر، المؤتمر لا يريد المصالحة مع الإصلاح. إذا كيف سنواجه الحوثي؟ أستاذ ياسر هادي، مدير عام التدريب والتأهيل بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، شكرا جزيلا لك، وأشكركم أيضا مشاهدي الأكارم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى أترككم في أمان الله وحسن عنايته.